صحيح، لكن كما قال سي نبيل، العمليات الإرهابية في تونس كانت موجهة مباشرة للقطاع السياحي. 18 مارس في باردو سياح اللي ماتوا، 26 جوان في سوسة سياح وبريطانيين اللي ماتوا. العمليات الإرهابية الأخرى ما كانت تستهدف سياح، كسواء في فرنسا ولا حتى في تركيا، ما كانت تستهدف السياح مباشرة، فهمت يعني العملية مقصودة. اليوم تقولي أنت الإرهاب إلى متى العمليات الإرهابية؟ أنا نقول لك مازال، خاصة وأنه اليوم حتى كل البلدان الأوروبية، البلدان الغربية على الأقل، مازالت عندها في الحظر على تونس جزئي أو كامل، لكن هو مازال الحظر. لكن كل صراحة نقول لك مش هنا بركة مشاكل السياحة. مشاكل السياحة ماهيش في الأرقام، مشاكل السياحة اليوم في المؤسسات السياحية. وقت نقول مؤسسات سياحية بمعنى بالأساس الفندقية ووكالة الأسفار والمطاعم والملاهي اللي هي في المناطق السياحية. اليوم شو اللي صاير؟ وأنه المنتوج اللي أنت تحدثت عليه قبيلة، المنتوج اليوم قاعد عمال يتعب. علاش؟ لأنه كما قلت، إذا كان المداخيل تتراجع، أصحاب النزول لوكالة الأسفار ما عندهمش الإمكانيات باش يخليوا المنتوج نتاعهم في مستوى معين، لأنهم يلزمهم استثمارات. يلزمهم استثمارات واستثمارات كبيرة، وهذا ما هوش ماخين الدعم من القطاع البنكي. فأنت تصور اليوم باش تحل، نحكيك أنا في المستقبل، نعود للمديونية يعني أصحاب النزول قبل ما ندور المديونية، هذاك المديونية ولات هيكلية. لكن اليوم أنت عديت عام 2015 صعيب، وجاء 2016 ما عندكش سيولة، ما عندكش فلوس مش تبدع، مش كيفاش تحب تعاود ترجع في الحركيه وتعمل انت ترميم النزل، فهمتني، وتهيئوا للواحد للموسم. فشنو التجاو لاصحاب النزل ووكاله الاسفار كذلك؟ التجاو الى يعني الستريكت مينيموم، اعطيهم برك باش هذا جاء. قبل كيفاش كنا نخدموا؟ كانوا الوضع هذه رحلت للتور اوبيراتور يسبقوا فلوس للنزل باش يخليهم ينطلقوا في الموسم السياحي. هذا ما صارش عام 2016، ولهذا كان السبب من الاسباب الرئيسيه في تراجع المنتوج. زياده على ذلك كما قلت انت، الاسعار، فهمتي، تدني الاسعار، وهذا فهمتني اخاك مغرم ولا بطل. وقت الواحد يبدا فارغ ما عندوش حتى امل في الموسم، فمجبور باش يقبل بالاسعار، فهمتني، اللي تدولت فيها السوق الروسي.